أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير أبو العاص ابن الربيع حدثني أبو العاص فصدقني ووعدني فوفى لي محمد رسول الله ودرسي ديني لها أن أكبر من علمي في السيرة قرأهان كتابي صور من حياة الصحابة وأنا بلغ بكتابك اللحات وأنا درسي باللحظانات صحابي بعاوة إنه كتاريخين إنه وأبو العاص ابن الربيع العبشمي أبو العاص ابن الربيع تاريخ بيسو وتاريخ لحريرتا أهل بيت كنبغ عليه الصلاة والسلام محايا لي حوءها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج كيدي ألوها سيدا لقبر قبر رسولك عليه الصلاة والسلام إله سبحانه وتعالى عرور بوسيي وإسوغجر وقبرئي وويلل ويلش يسو سدح بيهايين قبله سنة أفر بيهايين ويلش ويس غيرين بل سقبلها ويصوب بربارين ويقور سدين زمان النبوة والرسالة بيسو قارين وينهم أيام رسالة النبي عليه الصلاة والسلام مركو حاولوينت زينب زينب وحاق السري أبو العاص ابن الربيع العبشمي وعاوى إنك التاريخين وحالك فائري سنة يا مركة تاريخ ذا أبو العاص خفك عدوى السيغة اللحيد ذي أو كجو السري وحقيق كمذينهين أو احترام أو قيمان أو تفقلين عدى للحي لدي أيها أن يقفك اللحي لدي صدى صوك لأن أقوى نجية وحصدك لقصد أبي العاص بن الربيع أنه كفى إلي سنين قفك هقاميها أمد هقامنا ذاتك أصيغك اكتدي ساء إنو سن أغا إحان ذاتك كالي أصيغو إلا لنا يو ذاتك اكتدي ساء حرمتو إيو قيموه إيو اكترامكو ذا أصيغو إلا لنا يهدانه إنو سن كوحد قدبين ذاتك كالي حقوقو ذا إنو سن كوحد قدبين وحان كرنا حركي دوننا سيدة أبو العاص نبيغ عليه الصلاة والسلام وقول التعاملي أصيغو رنتي إلا لنا يسحابودي سح حقوقو ذا إلا لنا وحيالها صدما كفى إلي سنة حدثني أبو العاص أبو العاص بايشي كيي فصدقني وإرم شغي ووعدني وإي بوهي أبو العاص فوفى لي وانئي أوفيي أبو العاص محمد قاله هذا كان وحاير محمد بايري رسول الله إله رسول كيسا رسولك عليه الصلاة والسلام بأسر وأمانا يا أبو العاص ابن الربيع وحيري أبو العاص وإي والرمي وإي الشكيي هنا إيه الشكي لنا عكالي أبو العاص هدنا بلن بو إلى القلي بلن تنوائي وفيي هذا كان صورت كنتين وحن كأركد أن أبو العاص تاريخ ديس وحكب الله المصنف كحوغا هردع وأبو العاص قصر صن انت أصن كسدي نحقل وحيري كان أبو العاص أبو العاص وقوها أبو العاص وابن الربيع الربيع إن في ساء أبو العاص والعبشمي قلدي سلون سبيي
أبو العاص القرشي قريش لونس بيي شابا أيوها نندل يرى شابو موفور الشباب شاب نمدي سلك ملي شابو بهي الرونق وناجيس وإفايو شابو رائع المجتلى متكفيرين عينا يابقلين عينا شابو ها أبو العاص ابن الربيع العبشمي العبشمي بمعنى المنصوب إلى بني عبد الشمس وقال الله شيء سيدنا عثمان بن عفان وكذا شيء القرشي وحوها نبدل يرى دلن يرى نمدي السنة لك ملي وأي بود بودي السوء ويكامل تهي دلن يرى نمدي وناجي سنة وإفايه خفك في ريان أياب قلنا يؤصو جيدنا بصدد عليه على أبي العاص النعمة برواقدبا وحيقف ذي الصي ظلالها غوص كذي أي يقف ذي الصي برواق أياك مغانيس مغالك سمكي لفيري وجلله أبا العاص وحد دبولي الحصر الشرف بردائه حسبك جئي سأيون قدوا شرف بعد دبو الشيء وأسيقو رنبو وحوها من شرفت لنع والوائي كسوها ريسي لنع لغا عيوي أن لهين فغداء أبو العاص وحوها دي مثلا تصالع أيوها للفروسية وناجة أيو تصالعها فروسية العربية عرب تلونس بي بكل ما ها شيء لما أنت فروسية بكل ما شيء كل اللي سقبدي أهات فيها عربية ضحدة أها من خسائل الأنفة سنتاجا على به سا حالو كأها دماغا إيو الكبرياء إسلوين ذا خصائش خصاشر إيو مخايل المروءة قفن مدى على موينك إذا حالو أها دماغا إيو الوفاء بلن أوفنت على موينك إذا حالو أها دماغا إيو مآثر الاعتزاز شرفو بدا مآثر تيلا بالتراب الآباء آباء نحل ضدنا لغشر فوه والأجداد أبو ياشر نحل ضدنا لغشر فوه والآج ماشا فغدا مثلا للفروسية العربية أبو العاص هو أهضي تصالع وناجع عربات أي تصالع أهضي وحو البوء عربت أي لهايين وناك ضد إسلوى وين بيا هايين وحيا لها كاركود إسكالوين وأنقص قجامين كفوغا ذا أي أهايين من عينك وها مروءة وقف نمضة قفك ضد نمدي سيء شرفتي سيء كرامتي سا مروءة ليرة يوم رؤى على موينك يوم بلن أنفنت على موينك ها يوم كعزو بدا والوعزو وأجداد يا أبياشا وحلقة نحلي ولقى سوريا وحيا لها صورا وكتل ما معنا ها وقد ورث أبو العاص أبو العاص وحول نحلي حب التجارة جنعسك جعل في ساعة قريش بوك نحلة صاحبة الرحلتين لوضع الرحلة صاحبة إذا أهوى إذا قريش رحلة الشتاء حقائق الرحلة ديس هي ورحلة الصيف جلال كالرحلة ديس أبو العاص جنعسك جعل في ساعة نحلة قريش قريش لبر رحلو أي لهان جيرين
oo marna ay aadi jireen Shaam, marna ay aadi jireen Yemen. Xilliga xagaayga waxay soo aadi jireen dhanka iyo Yemen, xilliga jiilaalkana dhanka iyo Shaam bay soo aadi jireen. Qurayshti sidaa ahayd ee ganacsiga taqiinay, ee ganacsiga ku dhaqneed, ganacsiga Quraysh buu ka bartay, asagana nin Quraysh buu ahaa. Marka waxa ay iska soo gaareeno aabbayaasha iyo ajdaadda ay ka soo gaareen bay fa kaanat rakaa'ibuhu abilcaas, oortiisa waxay ahayd laa tafta'u, mid aan ka zuuleynin, daahibatan inay tagayso, aayibatan inay soo laabanayso, bayna makkata mako iyo washaami shaambe, oortiisa maray Shaam u socoto iyo maka ka socoto, oo iyo maray Shaam ka imaatay iyo maka usoo socotay. Wa kaanat qaafilatuhu abilcaas, oortiisa waxay ahayd talummu, mid dumayso, almi'ata, boqol, mi'adu min alibili, geel xaggii ka ahaatay, iyo walmi'atayni, laba boqol mi'ateenku, min arrijaali, rag xaggii ka ahaado, boqol halaad geel oo ay la socdaan, laba boqol oo rag ay la socdaan, ayay oortiisa ka koobnay. Wa kaana annaasu, dadku waxay ahaayeen, yadfacuuna, kuwa dhiibanayaan, ilayhi, ilaa abilcaas, biamwaalihim, bay u dhiibanayaan xoolahood, liyatajira, abulcaas si uu u gedgediyo, lahum naaska, bihaa amwaasha inuu u gedgediyo, fawqa amwaalihina, xaal ay ahaatay amwaasha abilcaas, amwaashiisa ka kor, hantidiisa lama rabee, dadkiyaa haddana u dhiiban jireen hantidooda si uu ugu shaqeeyo. Lima, liajli maa kii daraaddii bayna ugu dhiiban jireen balow ay ku jaribeen naaska, ay jaribeen min xidqihi abilcaas, yacni maahirnimadiisa xaal u ahaaday maa, iyo wasidqihi abilcaas, runtiisa, iyo wa amaanatihi abilcaas, amaanadiisa xaal u ahaaday maa. Ganacsiguu maahir ku ahaa, nin run badan buu ahaa, nin aamin buu ahaa. Qofka caynkaas oo ganacsiga yaqaano, runta badan aaminkaa dadku way jecel yihiin, nin caynkaa buu ahaa oo dadku ku kalsoon yihiin buu ahaa. Intaas marka waa iska hordhac. Wa kaanat khaalatuhu abilcaas, habaryartiisu waxay ahayd khadiijatu, khadiijo waxay ahayd khadiijadoo bintu khuwaylidin, khadiijadoo zawju muxammad ibni cabdillaahina ah, tunzilu, mid dejinaysohu abalcaas, min nafsihaa, nafsadeeda, xaggii manzilata alwaladi, min ummihi, bay dejinaysa hooyo meesha ay manzilata alwalad, waladka meesha uu ka degaayo, min ummihina uu ka degaayo. Wa tafsaxu, waxay u waasicinaysa khadiijo lahu liabilcaas, fii qalbihaa, iyo wa beytihaa, makaanan bay ooga waasicinaysa, makaankoo marmuuqan oo la fiirinayo, makaankoo yanzilu abulcaas fiihi, makaanka uu degaayo, cala araxbi, waasacnimo iyo walxubbi, jecelna uu ku degaayo. Midda kale, abulcaas waxaa habaryar u ahayd ummunaa khadiijo radiyallaahu canha, baa habaryar u ahayd, iyaduna aad bay u jecleed, siday wiil iyagu ay dhashay oo kale ayay u jecleed. Waaba wiilkeeda ilaa waa habaryartiise, alkhaalatu bimanzilati alum, weeyaan wayna jecleedoo qalbigeedii wuu u furnaa, gurigana wuu u furnaa, nin caynkaa buu ahaa. Walam yakun xubbu muxammad ibni cabdillaah, muxammad ibni cabdillaah jeceylkiisana ma ahan liabilcaasna uu jeclaa, biaqalla, mid ka yaraasho badan, min xubbi khadiijata, khadiijo jeceylkeeda lahu abilcaas ay jecleed, walaa adnaa, mid ka yaraasho badanna ma ah. Rasuulka calayhi salaatu wasalaamna jeceylka abilcaas uu jeclaa kama yareen jeceylkii khadiijo ay abilcaas ay jecleed, ma uusan ka yarin, isku sii bay u jeclaayeen. Marka nin guriga nabiga laga soo dhaweeyo oo laga jecel yahay buu ahaa. Intaas marka waa iska hordhac. Wa marat alacwaamu, sanooyinkii ayaa soo mareen,
صراعا حال أيهم كوة دقدقة يا خفافا حال أيهم كوة فضط على بيت محمد بن عبد الله بيت صومر. فشبط زينب أيا بربارتي كبرى بناته رسولك قبله سمدة أقوينا وقت قوسك أرضى يايا سنوين استبجوك أهبائي مالين إسلام أركي بوحا صبر بارتي زينب قبلها نبقى عليه الصلاة والسلام قبلي أقوينيت وتفتحت ويفرفرتي زينب كما تتفتح زهرة أوحدة سيدا أي أفرفرته زهرة فواحة الشدى عرفت هذا أي أذيك بضنطة زهرة بهية الرباع في السماء هذا أي افتيمش فضمحت إليها زينب حقيت وحاوصوا قرتاجين نفوس أبناء السادة ماذا حدا ويلشو نففيا له سادادو البهاليلي شرف تقلميان سادادو من أشراف مكة مكة أشراف تيدي كامل قبلها يويلش اسكم ادماؤها قبلها بدربدي بربارا قبلها عربات هدانا مثل بمالهم كل كوحي ركدبا وحصوا بربارتي زينبا ويصفر فرطيو ويصصوا بياريسيو وحيو يكاتي قبر او كان قارتيو صدي يدروري سيدا او وحدا اي افر فرطو كالي عرفتيه اين الدرنتهي موقال كيدان او قرحوني كل كمدح دي قريشات فضلك كلميان أشرافتي مكة ويلشود أيقونة نفوس طوديا وحي أسوى حنقل تاقين زينب حقي ويل والبا وحود تمانين يا زينب إنو قرصدا إنو تمانين آيا وكيف سيدي با لا تكون كذلك زينب سيداس إيسان أهانين والحال هي زينبنا من أعرق بنات قريش قريش قبلها مدة أقول حدت كغير أيتها حسبا حاجة شرفتا إي ونصبا حاجة أبتر وأكرمهن أيتها بنات قريش مدة أقول كرامة بدا أما حاجة هويدا إي وأبا حاجة آبها وإزكاهن أيتها بنات مدة أقول تهير سناشدا بدا خلقا حاجة دبعة إي وأدبا حاجة آدات محي زينبو أيسان أن قانين قبر أي أصو حنقل تاغان سادادا أو فضلق جمعيان أشراف تي مكة ويلشو نفوس طوت قبر أي أصو حنقل تاغان محي أن قانواس ما قبر أيضا كقيمة بضم با مقالة مكة جوكتو جبابتي وحوهي وامي قريش قبلهوري قريش أو قبائش عربات قبيل كي أبوهوري ييأها قبلها أيضا لأن قبلها أقول حدث كدير ويا حاجة شرفتا حاجة أبتركا قبلها قبلها أقول وانا قبلها ويانا حاجة هويدا حاجة آبها معايا لي خديجة بنت خويلد بعد شيء آبها ابن ومحمد بن عبد الله ويا قبلها قبلها أقول طهر سناشدا بضن وايدين عكري حاجة دبعدا حاجة آدابتا نقي لقفيري ولكن سي شيء أني كيف سري با لهم يتيسر لهم أبناء ذا أبناء سادة أي أغسها النانيسة أن يظفروا إني كل بانا بهذا زينباء كل بانا ماذا حدوا يلشوت سري با أغسها النانيسة إني قبرنا أن كبوا ليستان والحال قد حال وتيري دونهم أبناء ذا أي ودونها زينباء لحضور ابن خالتي هانا أوتيرا خبر يرتيرا إنك أبو العاص ما أبو العاص هو ابن الربيع فتى فتيان مكة مكة دلن يرديرا شاب طوك شاب طوضنا أهاي سليبا يمرك أبناء السادة إيقا ودا أبو قولي سنجران
ayaga iyo gabadha waxaa u dhexeeyo ibnu khaalatiha Zaynab oo habar yarteeda ininkeed ee la yidhaahdo Abulcaas ibnu Rabiic oo Maka shabaabtii joogtay dhallinyaradii joogtay ka mid ahaa lam yamli ma tagin cala iqtiraani Zaynaba Zaynaba la xiriirsigeeda Zaynabado binti Muxammadin biabilcaasna ay la xiriirsatay ilaa sanabaatun maahane sanabaadoo macduudaatun oo la tirinaa macnaha abnaa'u saada kuma aysan guulaysanin Zaynaba inay guursadaan waxaa kala dhexgalay ibnu khaalatiha baa kala dhexgalay abnaa'u saada iyo Zaynaba saas daraaddeeda waxaa ku guulaystay inuu guursado ibnu khaalatiha habar yarteeda ininkeeda Abulcaas ibnu Rabiic bacdamaa Abulcaas Zaynaba uu la xiriirsaday oo uu guursaday sanooyin oo farakutiris baa soo wareegeen weli nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligaa ma gaarin 40 sano ma gaarin oo kuma bilaabanin waxyiga kuma bilaabanin marka dhowr sano kadib baa nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 sano gaaray waxyigii waa ku bilaabay xataa ashraqat bidaahu makkata maka bannaanyadeedu ilaa ay ka iftiimeen binnuurina ay la iftiimeen nuurkii al ilaahiyi ilaah loo nisbeeyey nuurkii al asnaa sareenta badnaa wabacaha allaahu ilaahay wuxuu soo saaray nabiyahu ayuu soo saaray muxammadanna ah bidiini lhudaa walxaqi buu la soo saaray wa amara ilaahayhu nabiga wuxuu amray bian yundira nabiga inuu digo cashiiratahu qaraawadiisa inuu u digo cashiiradoo al aqrabiina ee dhabaashada badan fa kaana awala man qofkan ugu horeeyey wuxuu ahaa mankoo aamana rumeeyey manka bihi bimuxammadin rumeeyey min annisaa'ina xaal uu ka ahaday zawjatuhu muxammed zawjadiis khadiijatu bintu khuwaylidna ah wa banaatuhu qablihiisi ayay ahaayeen Zaynabu ah iyo waruqayatu ah iyo wa ummu kulthuumina ah wa faadimatu ah cala ragmi jirid haddii aan qabano min anna faadimata faadimo kaanad faadimo inay ahayd sagiiratan mid yar aanadaaka wakhtigaasu dhowr sano kadib Zaynaba markuu guursaday Abulcaas maka bidaaxdeeda way iftiintayo nuur ilaahi ah oo xagga ilaahay ka yimid ee sareen badan bay la iftiintay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa nabigiisa muxammed ah soo saarayo bidiini lhudaa walxaqi buu la soo saaray wuxuuna amray qaraabadiisa inuu digniin siiyo wa andira cashiirataka alaqrabiin baa ku soo degatay dumar ee rumeeya dumarkii ugu horeeyey waxay ahaayeen xaaskiisa iyo gabdhihiisa xaaskiisa Khadiijo iyo gabdhaha Khadiijo ay u dhashay Zaynaba Ruqayya Ummu Kulthuum Faadimo 4 gabar buu dhalay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadoo weliba xilligaas Faadimo ay aada u yareed Faadimo gabdhahay ugu yareed ayada markii la fiiriyo marka saasay ahayd laakiin Abulcaas isla markaa asiga ma uusan rumeynin nabiga calayhi salaatu wasalaam gayra anna sihrahu nabiga kii la xididay Abulcaasna ah kariha Abulcaas wuxuu nacay an yufaariqa Abulcaas inuu faaruqo diina aabaa'ihi wa ajdaadihi inuu faaruqo wa aabaa Abulcaas wuxuu diiday an yadkula Abulcaas inuu galo fiimaa inuu galo dakhalat fiihi maaga zawjatuhu ay gashay Zaynabu Zaynabana cala ragmi shirid haddii aan qabano min annahu shaaniha kaana Abulcaas inuu ahaana ay jirto yusfiiha Zaynabo haa Zaynabo midkii ku khaas yeelaayo bisaafi lxubbi jecel saafi ah wayamxidu kii saafi yeelaayana u ahaa Zaynabo yacnii yusfiiha mid ku khasisaayo tii hore بساف الحب نكو خصيصاي ويمحضها زينب من أساف يلا ينوها من محل الوداد جعلك في سسافك أهل
inkastoo nabiga calayhi salaatu wasalaam zowjadiisa khadiijo iyo gabdhihiisa ay rumeeyeen durbadiiba, ee wiilkan asiga la xididay ee gabadhiisa Zaynabo zowjkeeda ahaa Abulcaas, wuxuu nacay diinta aabbayaashiisa iyo ajdaadiisa inuu faaruqo. Wuu diiday zowjadiisa Zaynabo diinta ay qaadatay inuu qaato, wuu diiday maxaa yeelay diintan cusub jaahil buu ka yahay, ma garanayo. Insaankana wuxuu cadow ku yahay waxa asiga uu ka jaahil yahay. Waxaa soo wanaagsan inuu ka fogaado shay walba oo insaanka uu bartay, hadduu sheegaa baadil yahay, inuu raadiyo xaqa iyo sawaabka, walow wax hore uu bartay buuusan naqanina. Taa marka ma aysan dhicin. Inkastoo Zaynabo uu aad u jeclaa Abulcaas, gabadha aad buu u jeclaa, wuxuu ku khasisaay min annahu kaana yusfiiha yakhusuha, mid ku khasisaayuu ahaa bisaafi alxub, wuxuu u saafiyeelaay haa jeceel oo saafi ah. Aad buu u jeclaa Zaynabo, laakiin waxaa ku adkaatay inuu ka tanasulo mabda'ii asiga markii hore uu haystay oo diin ahaan uu u haystay. Walamma ishtadda annizaacu, doodii markay adkaatay, nizaacu bayna arrasuuli salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ii wa bayna qurayshin ahaaday, nizaaca markuu adkaaday, qaala bacduhum, qaarkood baa wuxuu yidhi libacdin, qaarka kale wuxuu u yidhi wayxakum, war hooggiiniye, innakum idinka qad xamaltum, waxaad ka xambaarsateen, can muxammadin, muxammad xaggiisa, humuumahu, muxammad murugadiisaad ka xambaarsateen, bitaswiiji fityaanikum, fityaanikum wiilashiina zowjeyntood, min banaatihina aad ku zowjeyseen, muxammad gabdhihiisa, falow radadtumuuhunna, banaadda haddaad celin laheedeen, ilayhi muxammad aad u celin laheedeen, lanshaqala muxammad wuu mashquuli lahaa bihinna, banaaddi buu ku mashquuli lahaa, cankum xaggiinuuna ka mashquuli lahaa. Bal eeg rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh murankoodii markuu adkaaday iyo khilaafkii, asagiina dacwadii buu ugu yeerayaa, asxaab buu abuuranayaa, uu samaysanayaa, ayaguna way ka hor imaanayaan, ilaahyadoodii bay difaacayaan, waxay diidayaan inay ka intiqaaloon, ay ka guuraan aabbaada iyo ajdaadda waxa ay ka soo gaareen. Khilaafkii marka asaga iyo quraysh u dhexeeyey markuu xoogaystay, baa waxay yidhaahdeen muxammad idinkaa jaanis u siiseen dacwada fidinteeda inuu ku mashquulo, maxaa yeelay waxaad ka xambaarsateen murugada iyo culayskii ayaad ka xambaarsateen, gabdhuu dhalay muxammad, gabdhihiisaad ka guursateen oo wiilashiini baad ku zowjeyseen, kolka haddii aad gabdhaha u furi laheedeen oo dhammaantood ay garoobo naqan lahaayeen oo ay guriga u soo fariisan lahaayeen, ayaguu ku mashquuli lahaa, idinka waa idinka mashquuli lahaa. Balka muxammad ha la mashquuliyo, gabdhaha ha loo furo, gabdhaha ha ku mashquule, saasay yidhaahdeen. Marka kufaaru Maka cadaawada ay nabiga la cadaawoonayeen iyo dagaalka ay nabiga kula jireen, reerkaas ayay ka gaareen xataa inay ayaga ay isku buwaabiyaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa gabdhihiisa in loo furo, si macnaha murugada oo dacwada uu kala kulmaayo ma ahee murugo kale, si uu u xambaarsado, uu culayska ku bato. Taa marka inay ka dhalato in ayaga uu ka fududeeyo culayska uu ayaga ku hayo. Faqaaluhu, waxay yidhaahdeen quraysh, nicma ra'yu, ra'yi baa nicmo lahaa, maa ra'aytum, waxaa idinku aad ra'yayseen. Wamashaw, way socdeen ilaa Abilcaas bay u socdeen.
waqaaluu waxay yidhaahdeen lahu liabi alcaas, waxay u yidhaahdeen faariq saaxibataka, zawjadaada faaruq, yaa aba alcaas, waruddahaa, celi saaxibada ilaa beyti abiihaa u celi, wa naxnu annagaa nusawijuka kugu zawjaynayno aya imra'ati, naagtii ka aho tashaa'u, adiga aad doonayso, imra'adoo min karaa'imi caqiilaati qurayshin, quraysh gabdhahoodii kuwoodii wanaagsan xaggii ka ahaatay. Waxay yidhaahdeen waa ra'yi wanaagsan. Culays iyo ciriiri dhinac walba Muxammed in laga saaro way fiican tahay. Tanna qayb weyn bay kana qayb weyn bay naqanaysaa oo Muxammed lagu ciriirinayo. Marka Abilcaas bay u yimaadeen, waxay yidhaahdeen fur gabadha aad qabto, tolkii baan nahay, fur gabadhaan adugu aad qabto, ku celi guriga aabbaheeda, annagaa kugu zawjaynayno gabar walba aad adiga doonto oo gabdhaha Quraysheed ka mid ah. Marxaban, sidaa bay yidhaahdeen. Muxuu ku jawaabay marka asiga? Faqaala Abulcaas wuxuu yidhi, laa maya, wallaahi yaan ku dhaartay, innii aniga laa ufaariqu saaxibatii, xaaskayga faaruqi maayo, wamaa uxibbu, mana jecli, anna lii aniga inuu ii ahaado bihaa saaxibada beddelkeeda nisaa addunyaa, addunyada naagaheeda jamiican xaal ayhiin kuwa dhan. Abulcaas dadkiisii markay u yimaadeen gabadhaan fur ay yidhaahdeen, gabadhay asigana wax xumaana aysan ka dhexeynin oy jeceyl ku wada nool yihiin, wuu ka diiday inuu gabadhaa furo. Caqabada noocaas way soo wajahdaa labada isjecel mararka qaar, zoojka dadkiisa iyo iyada dadkeeda mararka qaar inay isqabtaan, iyagana waxaa suuragalaa inay isku qanacsan yihiin labadooda inay nolosha wadaagaan. Waxay kaga gudbi karaan marka culaysyada noocaas oo kale iyagu inay yihiin dad isku kalsoon, jeceylka ay isku qabaanna inuu yahay jeceyl aad iyo aad u xoog badan, maxaa yeelay jeceylka labada qofood ka dhexeeya wuxuu sababayaa inay ka gudbaan culaysyo fara badan oo soo wajahaya noloshooda inay ka gudbaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam bay marka iyagu arrintaa ay ku dhibaayaan, asigana wuxuu yidhi, aniga xaaskayga faaruqi maayo, mana jecli dumarka adduunyada jooga dhammaantood in ayada laygu bedelo ma jecli buu yidhi. Mowqif cajiiba ayuu qaatay. Insaankana waxaa suurowdo inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyo mowqifka akhlaaqiga ah asiga uu qaadanayo, sababtii inuu Ilaahay ku karaameeyo subxaanahu wa tacaala. Marka wuu ku gacan seeray amma ibnataahu, rasuulka labadiisa gabdho kale Ruqayatu iyo wa ummu kulthuumina ah, faqad dulliqataa, waa la soo furay labadaas, wa xumilataa, waa la soo xambaaray, ilaa beytihi, rasuulka gurigiisaana loo soo xambaaray. Gabdhaha kale Faatimo xilligaa way iska yareedeen, Ruqayo iyo ummu kulthuum, Abiilahab wiilashiisii ayaa qabeen, qoyska Abiilahab qoys ayaan dara ay ku dhacday buu ahaa. Marka Ruqaye iyo ummu kulthuum Abiilahab wiilashiisa qabeen, way soo fureen. Nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigii baa loo keenay gabdhaha. Intaa waxa weeyaan hagaroobaad, yacni garoobo ha naqdaanoo gabdhaha ee iyaga ha ku mashquulo, annaga ha naga mashquulo dacwadan sababteeda. Marka wax walba waa u dhadhamiyey Nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaa xataa gabdhihii la soo furay si asiga maxan idhaahdaayo culayskeeda uu u dareemo. Dareen intee la-eg buu markaa asiga dareemay gabdhaha markii la soo furay. Fa surra ar-rasuulu salawaatullaahi calayhi, wuu ku farxayba biraddihimaa, gabdhaha soo celintooda ilaahay rasuulka loo soo celiyay, Ruqaye iyo ummu kulthuum. Wa tamannaa, wuxuuna tamaniyeyba rasuulka calayhi salaatu wasalaam, an low facala abulcaas, inuu sameyn lahaa kamaa facala saaxibaahu, labadiisa saaxib sida ay sameeyeen. Gayra annahu, rasuulka maa kaana, rasuulka ma uusan ahayn, yamliku, inuu hananaayo, min alquwati, awoodda xaggeeda maa inuu ka hananaayo, yurqimu, uu ku qasbaayo nabiga hu abalcaas bihi maaga, calaa dalika firaaqaana uu ugu qasbaayo, walam yakun sha'nigana ma ahayn, qad shurica, mid la jideeyey bacdu, weli
تحريم زواج المؤمنة مؤمنة ده جورس جيده او لا حرم من المشرك مشرك ناي جورس طبعا رقية يا أم كلثوم هذه لا صافري زينب أنا إن لا صافري لها أبو النبي قد جعلست عليه الصلاة والسلام أبو العاص وصافري لها معايا إلي معايا كنا الشهي قري أو مركا الشرك إيو كفر لغوها يا إيو كنا الشهي أو زوج كذا مشرك أو هو قال لبدا هوري دي كسو بحان قريق الشرك أي مالين قريق التوحيد كو كسو أس أسمي تن أيدنا سدا سو كالي قريق الشرك إني كسو بحضو قريق هو يدا دي آبه التوحيد كمستر كو إني إما تو أيو جعلستي حلقة أنا مركا أبود بدن موصن لهين نبي عليه الصلاة والسلام وقبل كغفرته أبي العاص مدك له من الله حرمين قبر مؤمنات أه إن يحاس أنقطه نين قال إن يحاس أنقطه ولي لا محرمين أو شرعه يحكم كا ولي موصن صوت جنبه الحل جا أحكام للجدين أيوة مجرم ما دتك وحال جل هذا لا يتوحيد كأكل يا لجل هذا وحال جل الدجا لما يور إله سبحانه وتعالى كل جيس وحيدة أو إله كل جي عابد ماشى سامورن كأكتاجنا واحد تشريعات إيو أحكام مركا لجهد لا يبو مجرم با لا إله إلا الله با لجهد لا إله إيو سدح يتوم الصنع وددك لجلد دقال لما يعقيد هذا صحيح هذا با نفوس صوضة لقول إسا يوكي ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مركو أسو هاجري واشتد أمره أرنكي سنة أودر ناضي فيها مدينة لحظة ذانا أودر ناضي وخرجت قريش ناي صوبح لقتاله رسولك لدجالا كي اي اصوبح لي في بدر ناي كل الدجالمان اضر ابو العاص وحالو دباته غليي للخروج انه صوبح ومعهم قريش معوده اضرارا دباته غلين با لو دباته غلي ارنت رسولك عليه الصلاه والسلام مركو مغالده مدينه اسو هجروداي أو أرنكي سنة ومجالة المدينة كحو بيستي قريشنا أي أصوب بحدي إني رسولك لده قالمتو بدر أي كلده قالمتو أبو العاص وحال غصو قصبي إنو قريش صرع على غصو قصبي يا سيقى دن كمالهين إنو قريش صرع إذ علا لم تكن به فيه أبو العاص رغبة ما أهين ضلب في قتال المسلمين أو ضلبا المسلمين تلا دجالهم ولا أرب دن أمائهم في النيل جارد منهم مسلمين تأوجا ولكن منزلته أبي العاص درجة ديسة منزلته في قومه أبي العاص قوم كي صديح دي أها با حمارت كحم بارتيه أبي العاص على مسايرتهم قوم كإنه لصعد حملا حمبارس بين كحم بارت وقد انجلت بدر با في لنتي عن هزيمة بيكفي لن تجب هزيمة ذو منكرة أو لا إنكري هزيمة ذو لقريش قريش أسغنات هزيمة ذو أذلت ذليسي هزيمة ذا معاطس الشرك الشرك السنياشي سنة ذليسي وقصمت جبسي هزيمة ذا ظهور ضواغيته شرك ضاغودياشي سنبرد وذن جبسي ففريق قاب قتل والد لي وفريق قاب نؤسر وعلق فاري وفريق قاب نجاه فريق وحابت باديي الفرار عرب بابت باديي أبو العاص معلمت بدر وحكمد أها صفك قالت أيو كمد أها إنك السواسقة لصوح قصبي ودقالك وصندنك لهم لكن بعدما أواها من قريش لحظة لا مقع كله إيو منصب أيقنا أي رهدين وادنا لجري أي رهدين يكسو قصبين تاسا كنتي مركا إنو صار دقالك بدر بعد عي ويكو جبين قريش بدر آد بي أغو جبين دقال وينو عجيب وتاريخي باميشا كد عي وشركي سنكي سلوك قليي دبر كان كجبيه شركيه
todobaatan oo kale waa tii laga dilay quraysh, todobaatan oo kalena waa tii laga soo qafaalay, intooda kalena waa tii ay soo carareen oo nufuustooda lasoo maqsaday. Wa kaana fii zumrati alasraa, dadkii lasoo qafaalay jamaacadooda dhexdii waxaa ahaa abulcaas baa ahaa. Abulcaaskoo zawju Zaynaba, Zaynaba zoojkeeda ahaa, Zaynabadoo binti Muxammadin salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. Dadkii lasoo qafaalay waxaa ka mid ahaa maalintii Badar, Abulcaas baa ka mid ahaa oo ahaa Zaynaba binti Muxammad zoojkeeda ahaa. Marxaban, dadkii markii sidaas oo kale loosoo qafaalo, in la laayo, in la addoomaysto, in lagu mana sheegto, iyo in madax furasho lagu qaato, qodobadaas bay muslimiintu ka shuureynayaan. Qodobkii markaa ay maslaxo ku jirto bayna samaynayaan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu la shuureeyey, waa tii ay xoog badatay in madax furasho laga qaato. Abuubakar ra'yigiisa sidaa ahaa, dad badan oo saxaabada ka midna way ku waafaqeen, nabigana ra'yigaa buu qaatay. Lacago madax furashaa laga qaadanayay marka dadkaa lasoo qafaalay. Qofkiiba lacag heli karo, kii aan lacag heli karinne 10 wiil baa la dhahayo bar alkitaaba walqiraa'a, bar farta bar, sida wax loo qoro, sida wax loo aqriyo. Farada annabiyu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qadray cala alasraa, dadkii lasoo qafaalay dushooda fidyatan buu ku qadray. Fidyadoo yaftaduuna, ay furanayaan biha, fidyada anfusahum ay ku furanayaan, min alasri qafaalka xaggiina ay kaga furanayaan. Wajacala nabiga wuxuu yeelay haa fidyada tataraawaxu, inay u dhexayso ama ay soconayso bayna 1000 dirhamin iyo 4000, 1000 dirham iyo 4000 dirham bay u dhexayso. Xasba manzilati alasiri, asiirka darajadiisa qadarkeed, darajadoo fii qowmihi, asiirka qowmkiisa dhexdii ahaatay, iyo waqinaahu, asiirka tanaadnimadiisa qadarkeed. Wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qaatay ra'yigii ahaa in fidya laga qaato dadka. Fidyada marka nabigu wuxuu ka dhigay mid u dhexaysa 1000 dirham ilaa 4000 dirham. 4000 baa ugu badan, 1000 way ugu yartay. Hadba midkan lasoo qafaalay darajada qoomkiisa uu ku leeyahay, nin weyn hadduu yahay ninkan oo qoomkiisa dhexdii ku weyn, dadku way kala miisaan culus yihiin. Nin miisaan culus hadduu yahay qoomka dhexdii ku miisaan culus, waa lagu adkeynayaa lacagta, ilaa lacag badan baa lagu helayaa ninkaas soo kale. Hadduu yahay nin iska dhexdhexaad ah ama sidaa soo kale nin faqiir ah, hadba qofka miisaaniyaddiisa sida ay tahay baa maxan iraadaa ee lagu beesgareynayo lacagaha laga qaadayo qofka oo madax furashada u ahaa. Wadafiqat ar-rusulu, rusushiyaa waxay guri gashay marka, taruuxu inay soo caraabayso, watagduu inay soo kalahayso, bayna makata walmadiinati, xaamilatan xaal ay tahay tii xambaarayso, min al-amwaali amwaal xaggii maa ka xambaarayso, taftadii ay ku furanayso, bihi maaga asraahaa dadkii laga soo qafaalayna ay ku furanayso. Dadka rususha ah fariimada sida baa waxay ka imaanayaan Mako, waxay u soo imaanayaan Madiino. Qof walba qofaa laga soo qafaalay, midaa aabbihii lasoo qafaalay, midaa wiilkii la qafaalay, midaa walaalkii la qafaalay, midaa adeerkii la qafaalay, midaa abtigii la qafaalay, qof walba qofkii ka maqan buu soo raadsanaya. Waddada marka u dhexayso Maka iyo Madiino waxay noqotay wadda macmuur ah, mid Maka ka yimidoo Madiino u socdo iyo mid Madiino ka yimidoo soo laabtayoo Maka u socdo. Nin walba maal buu wadaa oo qofkiisa uu ku soo furanayo. Zaynabana marka xilliga Abulcaas baa qabo, Abulcaasna dadkii lasoo qafaalay buu ka mid yahay. Fabacathat Zaynabu, markay joogtaa ayada Zaynaba waxay soo dirtay rasuulahaa, bay soo dirtay ila almadiinati, bayna u soo dirtay, yaxmilu xaal uu xambaaraayay rasuulka, fidyata zawjiha, Zaynaba zoojkeeda madax furashadiina uu xambaaraayay Abulcaasi Abulcaasna.
وجعلت زينب وحي يشي فيها في ديادة لحديادة قلادة قرحر أما كتينت قلادة كانت أهاتي قلادة أهدتها قلادة مدها ديسي لها زينب أهديسي أمها هو يدنا أي أهديسي خديجة خديجنا خديجة بنت خويلد يوم ما لنا أي أهديسي زفت أمدي أي قلبينيسي ها زينب إليه أبي العاص أي أقلبينيسي زينب ما دام الزوجك كما قيم وضدك لقف علي أكمد يا زوجك ماذا فرشا لقو قادنا يعني الليل فرين بي صادر طيب وحين صادر بتي كتينة وحبينك لسوق البناء أي محن إرادة هو يدد أي أسوق البناء أبي العاص وحبينك لا أرنسى ويانه هبينك كتينت أي هويدة أي قارت أقول السيوي أهديسي كتينت ده سي صوت مركا وحي لعق أما وحي متمول أهو قيمة كفر ديو لعق قوينة حتى والاقة قادة يددك الله سوق فعلي كتينت ده بي صوت يبتيسي زوج كيدا يغفرت فلما رأى الرسول مركو أركي القلادة كتينت دي مركو أركي غشيت وجهه رسولك وجهه سوى حاضر وشي وجهه الكريم اسوبا غلالة مراء غلالة شفافة او يعني مرايا يعني جلعان ساسا لغوره غلالة من الحزن مرق حقيقة الحزن هو العميق احل ورق رسولك وجه العي لابنته قبلي سأل وجه العي أشد الرقة الجلاء كان أقدر ما أشد البطن رسولك عليه الصلاة والسلام كتيند أي زينب السود لبتيمك وأركي وأي لهاجر تي زوجتي سخديجة وأي قبرد يدي أي أهدي سيهبين كي أي أرصد أهد قبرد كتيند أمرك وأركي نبي عليه الصلاة والسلام وشي سوى حاكم وقتي حغام مروغو أي حاكم قبلي سنة وأجي العياد منو أجي العياد محوس ميمر ما جوانو إسكقات لا جوان موسى إسكقاتنا ثم التفت رسولك إلى أصحابه بهم إلى الصديق وقال وحونا إلى رسولك عليه الصلاة والسلام إن زينب زينب بعثت زينب وحي صدرتي بهذا المال بيصدرت لافتداء أبي العاص أبي العاص فرشدي صدرتي بين أصدرت فإن رأيتم هدية رأيين إنسان أن تطلقوا إن أدود إنسان لها زينب أسيرها إن أدود إنسان هدات رأيين إنسان أو وتردوا أدود إنسان عليها زينب ما لها أن أدود إنسان هدات رأيين إنسان ففعلوا صدا إسكسمي فقالوا وحي إلى نعم مرحبا ونعمة عين سنفعل وانسمينينا نعمة عين القبو سجيري وانسمينينا يا رسول الله إلهي رسولك السيد نبي عليه الصلاة والسلام نبي وكليبي تليا وقو آمد أسيق إسكاقاته وأن صحابتي ساعن حق دورين موصن إهين وإسكاقه كري أبي العاص فصحباتها يو زينب أنا وحيد وإسكاق علنكي ما وصل سمينين إلا وحو إلى لنا يا حقوق دي الصحابة دي بو إلى لنا نوال بوهو قان أهنى صدا صالة قربة هدي أسرة دي سا أما داد كيسي أرين كساب سان أسيق الله سكينو إنو سان إسكا قادنين قوان ومن تلقاء نفسه إنو سان قوان كقادنين أو إلى ليو داد ككالي أي وحكالات دحيان حقوق دوضان إنو إلى ليو أسيق ومركاه إلالنا أيو قفكان قريب كي ساهنا إلالنا أيو حدانه أرنتا إني سنقارسينين دادك لحقوق دوضا إنو كتنتو إني سنقارسينين ساس دراد دادا وحويري زينب ومال كان بيصود درتيسي أبي العاص أي أفورتو حداد إذنك رأيين إيسان أمر معها حداد رأيين إيسان إناد زينب ودى إيسان أصير كيدي أدعي لسان مال كيدي سيدا سمي زوج كيدا إناد ودى إيسان كتينة دينا أدو علسان هداد رأيين إنسان سيدا سمعي صحابة وحي إرادان وانو سمعيننا إش هذا قبو سيغيري درتي بان أسمعيننا عرمك وحال أدوك جعشها يا رسول الله
si ay indhahaagu u qabowsadaan waan u samaynaynaa sidaasay yidhaahdeen. Tayib, inkastoo asaga agtiisu ay jaa'isba ka ahayd in dhammaantoodba layska daayo ayagoo wax furashana aan laga qaadanin, maxaa yeelay waxaa hadaladiisa ka mid ahaaba maruu soo hadal qaaday Mudcin ibnu Cadiy, maruu soo hadal qaaday wuxuu yidhi gaaladan aan soo qafaalnay ee uraayaan buu yidhi. ninkii la dhihi jiray Mudcin ibnu Cadiy maanta hadduu noolaan lahaa uuna i weydiin lahaa kuwaan iska daa hadduu i dhihi lahaa dhammaantooda waan iska daayi lahaa buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa dhan in layska fasaxaada agtiisa jaa'is ka ahayd arrintan qaaskana go'aan wuu ka qaadan karay, go'aan ma uusan ka qaadanay nabiga calayhi salaatu wasalaam. saas waay macna gayra anna annabiya calayhi salaatu wasalaam mudcinkaa markaa abaal buu hore ugu geystay nabiga calayhi salaatu wasalaam, taabuu marka nabiga tilmaamay gayra anna annabiya sala allaahu calayhi wasalama nabiga ishtaraba nabiga calaa abilcaas wuxuu ku shardiyey qabla idlaaqi saraaxihi xariggiisa deesmadiisi ka hor an yusayira inuu soo socodsiiyo abulcaas ilayhi nabiga xaggiisa ibnatahu nabiga gabadhiisa inuu u soo socodsiiyo Zaynaba Zaynabana ah min ghayri ibdaa'in dahla'an. laakiin abulcaas shardi buu ku daayay nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi intuusan xariggiisa sii daynin waxaan kaa rabaa buu yidhi waan ku fasaxayaa adigoo wax maada furasho aan lagaa qaadanin, laakiin markaad maka ku laabato waa inaad gabadheedii ii soo dirtaa buu yidhi. sida ugu dhaqsiga badanne inaad magaalada Madiino ugu soo dirtid gabadh, sidaasuu nabiga ku shardiyey, maxaa yeelay waa gabar mu'minad ah, zowjkeedana waa zowj kaafir ah. marka zowjka gaalka waxaa suurowdo gabadha inuu ku xambaaro macsiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaa suurowdo wax ilaahay ka caragelinaayo inuu ku xambaaro. marka xukunka sharcigana ma qabaanayo gabar mu'minada inay ku negaato zowj kaafir ah, xukunkiisa hoostii inay ku negaato, inkastoo xilliga aan weli la xarimin. famaa kaada abulcaas haddana caqiidadeedu badbaadinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. famaa kaada abulcaas abulcaas ma sigin yabluqu inuu gaarayo makata maka inuu gaarayo xataa baadara abulcaas ilaa uu u soo degdegay ila alwafaa'i uufin bicahdihi nabiga bacdigiis ballankiisa inuu oofiyo. abulcaas maka markuu gaarayba ballankii nabiga uu la galay waa oofiyeyo gabadhii uu soo diray. faamara wuxuu amray abulcaas zawjatahu xaaskiisa wuxuu amray abilcaas bilisticdaadi inay diyaar garowdo liraxiili rarasho inay u diyaar garowdo. wa akhbara abulcaas wuxuu u sheegay haa zawjada bianna rusula abiiha aabaheeda rususha uu soo diray yantadiruunahaa inay sugaayaan makaanan inay ku sugaayaan makaankoo ghayra baciidin aan fogeen can makata makana aan ka fogeen. aabbahaa dadku kuu soo diray meel magaalada maka ka baxsanoon magaalada ka fogeen bay kugu sugayaan buu yidhi, magaaladii annagaa kaa bixinayno rusushaasaa lagugu sallimayaa ayagaa ku sii gaadhsiinayaan magaalada Madiina. wa acadda wuu diyaariyey abulcaas lahaa Zaynaba zaadaha iyo waraaxilataha buu u diyaariyey Zaynaba sahaydeeda iyo raaxiladeeda. wanadaba abulcaas wuxuu u wacay akhaahu walaalkii camra bna rabiicna ah limusaaxabatiha Zaynaba inuu la jiro ayuu ugu wacay iyo wataslimiha Zaynaba inuu u dhiibo limuraafiqiiha Zaynaba kuwa la saaxibayaan oo maka bannaankeeda ku sugayaan inuu u sallimo yaddan gacan xaal uu ahaaday sallimidda yaddoo biyaddan gacan qabidii ahaatay. aabaheed baa dad u soo diray oo magaalada maka khaarijkeeda ku sugayaan dadkaa ku sallim ayagaa gaarsiinayaan Madiino. tanakaba camru bnu lcaas camru bnu rabiic ayaa garab gashaday wa qowsahu qaansadiisuu garabka gashaday. wa xamala camar ibnu rabiic wuxuu xambaaray kinaanatahu gabooydiis. wa jacala camar ibnu rabiic Zaynaba ayuu yeelay fii howdajiyaha Zaynaba gabaangebkeeda dhexdii buu yeelay. wa kharaja camar bihaa Zaynab wuu la baxay mimakata ayuuna kala baxay jihaaran sicad ayuuna ula baxay nahaaran maalin buuna la baxay calaa mar'an aragti korkii buuna kula baxay mar'igoo min qurayshin ka ah ayagay maalin tahay
sicadon qarqarsoodii ahaan qureyshoo u jeeduu la soo baxay fahaaja alqowmu qoomkii yaa kaceen qureyshu wamaajuu qoomkii way isdhexgaleen walaxiquu qoomka bihimaa camar iyo zaynaba ayay soo haleeleen xataa adrakuuhumaa ilaa ay ka haleeleen makaanan ay kaga haleeleen makaankoo kayra baciidin aan fogeynba wax badanba ma socanba warawacuu waxay cabsi geliyeen zaynaba wa afzacuuhaa zaynabay cabsi geliyeen way u hanjabeen cinda daalika arrinka agta wa tara camrun wuxuu xiray qowsahu qaansadiisa qaansadii buu boqoneeyey wuu isdiyaariyey wa nathara wuxuu firdhiyey camar kinaanatahu gabooydiisa ayuu firdhiyey oo leebabka ku jireen buu bannaanka u soo bixiyey bayna yadayhi hortii buuna fadhiyey wa qaala wuxuuna yidhi camar wallaahi aan ku dhaartaye laa yadunuu rajulun ma soo dhabaanaayo minhaa zaynabo uma soo dhabaanaayo ilaa hadduu u soo dhabaado walactu sahman baan dejinayaa fii naxrihi rajulka dhuuntiisaana ku dejinayaa wa kaana camar wuxuuna ahaa raamiyan toogaanyahan buu ahaa raamigoo la yacni laa yukhdi'u lahu licamrin sahmun uma gefaynin sahmi asiga uu tuuray ma gefi jirin way ka baqeen marka maadaama ninkaa nin raamiya ninkii gabadha u soo dhabaadana leebtan dhuunta kaga istaajinaya hadduu yidhi way ka baqeen inay xoog ay gabadha oga qaadaan fa aqbala calayhi camar waxaa soo qaabilay abuu sufyaan ibnu xarbi oo madaxda quraysh ka mid ahaa nin daki ah oo caqli badan oo khabiirna ah wa kaana abuu sufyaan wuxuu ahaa qad laxiqa mid soo haleelay abuu sufyaan bilqowmi soo haleelay wa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi lahu camar wuxuu u yidhi camar ibni rabiic wuxuu u yidhi yabna akhi adeero kufa reeb cannaa xaggayni nablaka gamuunkaaga naga reeb xataa nukallimaka si aan kugula hadalno fakaffa camar canhum xaggooduu ka reebay fa qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan lahu camar wuxuu u yidhi innaka adiga camarow lam tusib ma aadan asiibin fiimaa sanacta waxa aad samaysay waxa aad samaysay xaqa ma aadan ku waafaqin yacni sabaabka ma aadan ku waafaqin waayo faqad kharajta waxaad la baxday bizaynaba zaynabaad la baxday calaaniyatan si muuqato ayaad ula baxday calaa ru'uusi naasi dadka madaxyadooda korkiibaadna kula baxday wa cuyuununaa indhahaynana xaal taraa ay arkayso annagoo u jeednaad la baxday gabadha waqad carafat alcarabu carabna waxay ogaatay jamiicuhaa carab dhammaanteed waxay ogaatay amra nakbatina musiibadayna arrinkeedii ayay ogaatay musiibadoo fii badrin badar dhexdii ah musiibada badar naga soo gaartayna carab oo idil way ogtay wamaa ayay carab ogaatay asaabanaa annaga na asiibay calaa yaday abiihaa zaynaba aabbaheeda labadiisa gacmo nagu asiibay muxammadinna ah kolka fa idaa kharajta haddaad la baxdo biibnatihi muxamed gabadhiisa calaaniyatan si muuqata haddaad ula baxdo kamaa facalta sida haddaba aad samaysay ramatna alqabaa'ilu qabaa'isha waxay nagu gemaayaan biljubni biiqnimo ayay nagu gemaayaan wa wasafadnaa qabaa'isha waxayna nagu sifeenayaan bilhamaani daraab iyo wadulli dulli bay nagu sifeenayaan ee farjic bihaa zaynaba la laabo wastabqihaa zaynaba baaqiyeel fii beyti zawjihaa ku baaqiyeel ayaaman maalimo xataa idaa taxadatha annaasu dadku markay sheekaystaan biannanaa annaga radadnaahaa zaynaba inaan celinay fasullahaa zaynaba adiga la baxso min bayni adhurinaa kala baxso siran si qarsoodina kula baxso wa alxiqahaa zaynaba biabiihaana la haleel famaa lanaa annaga nooma sugnaanin bixabsihaa zaynabo inaan xabisno canu aabbaha aan ka xabisno xaajatan wax dana annaga nooguma sugnaanin buu yidhi aad buu maxaa nidhaahdaa ee ugu naseexeeyey waana u caqli celiyey faradiya camrun bidalika waa ku raalli naqday marka dagaalka inuu joojiyo gabadha uu soo celiyo si magaca iyo sumcadda guud loo ilaaliyo macnaha haa wa acaada waa soo celiyey camar zaynaba ilaa makata maka ayuu u soo celiyey uma maa labitha camar ma nigaanin an akhrajahaa zaynaba inuu ka saaray minhaa maka inuu ka saaray leylan bacda ayaamin maalimo kadib ayaamtoo macduudaatin la tiriyey
maalimo kadib ay habeennimo haddana uu soo saaray wa aslamaha zaynaba ayuu dhiibay ilaa rusuli abiihaa buu u dhiibay yaddan gacan buu ugu dhiibay yadoo biyaddeen gacan qabidii ahaatay kamaa owsaahu akhaahu walaalkiisa sida uu ula dardaarmayo intaasay markaa iyagu ka rabaan waa lala dhuntay ay ka rabaano ee ayagoo u jeedaan baa lala baxay unbay diidayaan moogtaa aqaama abulcaas abulcaas wuu nagaaday fii makata ayuu ku nagaaday bacda firaaqi zawjatii zawjadiisa faaruqideeda kadib zamanan ayuu maka ku nagaaday xataa idaa kaana abulcaas qubayla alfatxi furashada horteeda yar biqaliilin wax yar ka hor ilaa uu ka ahaa kharaja abulcaas ila shaami buu u soo baxay fii tijaaratin ganacsi dhexdii tijaarada oo la holi abilcaas u sugnaa falammaa qafala abulcaas markuu soo laabtay raajican xaal u yahay mid soo laabanayo ilaa makata uu u soo laabtay wa macahu abilcaas micisana ciiruhu oortiisa ay tah allatii ciirtaasoo balaqad gaarayso ciirta mi'ata baciirin gaarayso wa rijaaluhu ay micisa yihiin raggiisa alladiina rijaashaasoo nayafuu ka zaa'ideen calaa mi'atin wa sabciina rajulan ka zaa'ideen boqol iyo toddobaatan nin ka zaa'ideen barasad lahu abilcaas waxaa u soo baxday sariyatun ilaalo sariyadoo min saraaya rasuuli ka mid ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qariiban meel dhow bayna oga soo baxday min almadiinatina u dhow fa akhadat sariyadii alciira ayay soo qabatay oorta wa asarat sariyadii alrijaala raggana way soo kafaashay laakiina abalcaas aflata wuu fagtay minhaa sariyadii ayuu ka fagtay falam tadfar sariyada bihi abilcaas ma aysan ku liibaanin oortiisoo dhan baa la soo qabtay boqol halaad geel iyo waxay sideen iyo raggii la socday oo ka shaqaynayay oo boqol iyo toddobaatan nin ahaaya abulcaas balse asiga wuu cararay oo wuu baxsaday falammaa arkha alleylu habeenka suduulahu faraqyadiisa markuu raariciyey oo mugdigii la galay way habeen naqatay istatara abulcaas wuxuu ku asturmay bijunxi walaami mugdiga garabkiisa wa daqala abulcaas almadiinata magaalada madiinuu soo galay khaa'ifan xaal asigoo baqaayo yataraqabu xaal asigoo sugaayo ayuu magaalada soo galay wamallaa abulcaas wuu tagay xataa wasala abulcaas ilaa uu ka gaaray ilaa zaynaba wastajaara abulcaas bihaa zaynaba ayuu magangeliyo weydiistay fa ajaarat zaynabanahu abulcaas way magangelisay safarkii hore garanay magaalada maka waa laga soo waday madiina la keenay aabaheed bay la joogtay asigana makadiisu iska joogay gaalnimadiisu isaga jiray shaam buu mar soo aaday asigoo ganacsi soo aaday oo ciirtiisa la socdo baa ciirtii iyo raggii la socday la soo qabtay asigana duurkuu galay wuu dhuntay magaalada madiina meel u dhoweyna aad habeenkii markii la gaaray uu magaalada ku soo dhuntay zawjadiisa zaynaba ayuuna la kulmay ayaduuna magangeliyo weydiistay wuxuu ka warqabay muslimiinta qof ka mid ah qof gaalada ka mid ah hadduu magangeliyo siiyo muslimiinta intooda kale qofkaas inaysan u gacan dhaafi karin marka arrintaasuu markaa ka dhigtay fursad zaynaba ayuu magangeliyo weydiistay ayadana way ka aqbashay ila waa zawjadiisa walammaa kharaja arasuulu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi markuu soo baxay lisalaati alfajri markuu u soo baxay oo wastabaa rasuulka u ekaaday qaa'iman xaal u yahay mid taagan fil mixraabina taagan wa kabbara rasuulka lilixraamina uu u takbiirsaday wa kabbara annaasu dadkuna ay takbiirsadeen bitakbiirihi rasuulka takbiirtiisa ay la takbiirsadeen sarakhat zaynabu ayaa qeelisay min suffati nisaa'i naagaha balbaladooda xaggii bay ka qeelisay wa qaalad waxayna tiri zaynaba ayuha annaasu dadow ana aniga zaynabu ayaan ahay zaynabadoo bintu muxammadin waqad ajartu abalcaas ayaan magangeliyey fa ajiiruuhu abalcaas magangeliya saasa salaada subax markuu nabiga uu soo baxay calayhi salaatu wasalaam uu mixraabkii istaagay salaadii uu xirtay takbiirat alixraam allaahu akbar uu yidhi balbaladii dumarka qaybta gadaal bay ku dukan jireene bay ka soo qeelisay zaynabo way soo xaadiri jireen dumarka salaadda subax xataa waxay tiri dadow aniga waxaan ahay ee hadlaayo zaynabo bintu muxammad ogaada abalcaas waan magangeliyey idinkuna magangeliya salaadii baa markaa la galay oo waa la wada maqlay
فلما سلم النبي مركو سلاما نقصدي من الصلاة أوك سلاما نقصدي التفت رسولك إلى الناس وملح صدي وقال وحي لرسولك هل سمعتم مما قشين ما سمعت وحا أنيقا آم مقلي صلاة دمركا قلني وحا أنيقا آم مقلي مما قشين قالوا وحي إلى الناس نعم يا رسول الله وحو عدينا يا مرك وحوي إنو سنكو جين آرين كان قال وحي لرسولك عليه الصلاة والسلام والذي معبودك ينقر نارتي نفسي أنيقا نفسدي إذا بيده أبودي سأيكسو قانتا هيا ما علمت أنيقا ما آنان أغانين بشيء شيء شيء ومن ذلك أرنك حقي كأهان حتى سمعت إلى أن كم غلي ما سمعتموه وحا إذنكو آدم غشا أرن أن أنيقا وحكا أغا أما أن شقك لها ماها وحا آدم غشا سيدات إذنك أم غشا بان أنيقا أم غشا وحسد أولها وحخبير كؤها نبي عليه الصلاة والسلام حقائق ذا نفسد بشرك أيو خبير كؤها وحويان وحالي رهضة البيان يضرد الشيطان إن وحلا عديه وحي إرسا شيطان أم بي إرينيس وانا الراحة وحوقا نبي عليه الصلاة والسلام إن وحلا عديه إني آدو وناكسنتي سماشا شكي إيو تهم أيسان أصوك لي ولذلك أصيغو زوجتي سصفية لتاقا لبن مو أنصار تكمد أمر كي ماشا سومرين ويسعد كبوكسيين وكيلها سعادة أسعد خفتان لتاقا هاي وزوجتي سصفية بنت حيين خفك لما وحولدك لما يا شيدان قلبك بني آدم كتسلط ككله مركز سيئان لو مودن أرنتان أرن لسو سياسة ديئي أو أسيقو أكدن بيئين إيتهاي بو عدينا يا نبي عليه الصلاة والسلام أرن أن وحكوغا ما أهن سيداد حدا إذنك وح أمك الشنبان أنيك وح أمك لي بل سو حدوغا نيسان وإنه شان يجير من المسلمين مسلمين تحقو ذا وحا وحكمغن جيريا أدناهم كمقوها السيئة خف مسلمين تكمد أه نين هن نقضاء مناك هن نقضاء كان ugu miskiinsan waxa weeyaan wuxuu awoodi kara inuu qof kale magan geliyo oo siiyo ayuu awoodi kara hadii marka ay Zainab ay magan geliyo siisay Abu al-Aas annaguna waan magan gelinayo fuman sarafa nabiga kaleey salaatu wasalaam ila baytihi gurigiisa uga doonay waqaala wuxuu na yiri nabiga libnatihi gabadhiisa wuxuu u yiri akrimi karamay مفوى أبي العباس أبي العاص أبي العاص نجاشيه سكرامي لكن أقو أرنت سهر ماهن وعلمي أقو أنك أديك لا تحلين له أبي العاص إن هذا حلال هو أهن كم الجماعي كرو كم الناجزن كرو والله حرمي نين قال إن قبر مسلمة أو حاسس والله حرمي تأقو ثم دعا نبي عليه الصلاة والسلام رجال الصرية أيوعي صرية ذي رجية ذي أيوعي التي صرية ذي أخذت صوقبتي العير صوقبتي وأصرت صوقف شيء صرية ذا الرجال الرجي وقال وحوي لرسولك عليه الصلاة والسلام لهم رجاش إن هذا الرجل رجل كان منا أنك حقا إن حيث مالبوكا هذه قد علمتم إذنك أدوكتهين ونمن حددني وقد أخذتم ماله آيات صوقادين فإن تحسنوا هداد ونجسان من كان أو تردوا عليه رجل كان الذي كي أدعى لسان له رجل كان أسقنا هذا كان أرنك سحو أهانا يا مابو أهانا يا نحب أنك أن جعلنا هاي وإن أبيتم هدي أديدان فهو ما قاس في الله إله في سواي الذي في أو أفاء إلهي عليكم إذنك وإذن سوء لي وأنتم إذن كان به في أسي أحق وكحق بضمه يعني لبا رموت بو إسوا فجنا يا نبي عليه الصلاة والسلام قفك أسيق الله حديدي إنو ونجيو صحابة دي سنة حقوق ضوضا إنو سنكتو منين لبا رموت بو إسوا فجنا يا أو أيغانا مدنان توضي أوسيو وحوي رجل كان أنك ماشر إذنك أكتهم بونك جوغا مالكي سيبت سوقا دين هدي أدو ونجسان أود مالكي سأعلسان
waan jecelna. Haddaad diidaanne maalka aad ka soo qaadeen fii waaye, ilaah baa idin soo celiyey, ogolba idinka xaq u laheedeen. Xoolaha gaalada gacantooda ku jiro muslimiinta xaq u leh, walidaalika gaalada xaggooda markuu ka yimaado fii baa laga cabbiray, wax soo laabtay oo markii hore muslimiinta ka maqnaa, ogolba muslimiinta xaq u lahaayeene idinkaa ku xaq badan ma dhihin, siya u celiya ma dhihin. Hadduu dhihi lahaa way celin lahaayeen oo way iska siin lahaayeen. Waa la shuureynayaa, qaraar iskama qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam, xaqoodana kuma tumanayo. Maxaa yeelay waa sayid oo macsuum ah, waa sayid loo waxyoonaayo, min allaahi looga waxyoonaayo, sayidulkhalqi waaye, xabiibulkhalqi waaye. Kolka ummaddiisa wuxuu barayaa qiyaadada, sida wax loo hogaamiyo ayuu ummaddiisa barayaa. Haddaad qaa'id noqoto, waxa dhan xuquuqdooda inaad wada ilaaliso waa muhim. Faqaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen, bal naruddu waan celinaynaa calayhi abilcaas maa lahu, ayaan u celinaynaa yaa rasuul allah. Falamaa jaa'a abulcaas, markuu yimid liakhdihi, maalka qaadashadiisa markuu u yimid, qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii lahu abilcaas, waxay u yidhaahdeen yaa abalcaas, asiga bay marka tashkiilinayaan, innaka adiga fii sharafin baad ku sugan tahay, sharafkoo min qurayshin, quraysh xaggii ka ahad, wa anta adiga ibnu cami rasuulillaahi baa tahay, wa sihruhu rasuulka kii la xididay baa tahay, fahal laka adiga mukuu sugnaatay an tuslima, inaad islaamto? Ma doonaysaa inaad islaamto? Nin sharaf leh baa tahay, rasuulkaad la xididay, maxaa kaa hortaagan inaad soo islaamto? Wa naxnu annaga nanzilu, waanu degaynaa laka adiga, can haada almaali baan kaaga degaynaa, kullihi maalkaa dhammaantii adigaan kaaga tegaynaa. Fatancumu, waad nicmaysanaysaa, bimaa baad ku nicmaysanaysaa, macaka adiga macaaga ahaada, min amwaali ahli makata xaal u ahaaday maaga, wa tabqaa, waad baaqi ahaanaysaa macanaa annaga macayna, fil madiinati baadna ku baaqi ahaanaysa. Xoolaha ahlu maka ay leeyihiin oon hadda annaga gacanta ku dhignay, annagaa yeelanay hadda milkigayna ay noqotay, haa ahlu maka milkigooda waa ka baxday, waxa dhan ba annaga hadda adigaan kugu wareejinaynaa, magaalada madiinana iska joog, ee islaam bay yidhaahdeen. Faqaala abulcaas, wuxuu yidhi, bi'sa maa dacawtumuunii, waxaad igu yeerteen baa baas lahaaday, an abda'a diinii, inaan bilaabo diinkii aljadiidi ee cusbaa, bighadratin, dhagar inaan ku bilaabo. Xoolahan aniga haddii laysoo dhiibtay oo laygu ammaanaystay ood idinka gacanta aad ku dhigteen, ee haddaad hadda oon aniga islaamo oo waxa dhan aniga aad igu wareejisaan si aan u soo islaamo, waxay naqanaysaa, buu yidhi, diinta islaamka ee cusub een aniga hadda qaadanayo inaan ku bilaabayba, dhagar inaan ku bilaabay naqanaysaa, buu yidhi. Dadkii xoolihii igu soo ammaanaysteen xoolahooda si aan u qaato inaan u islaamayo kale, taana wax aniga ii qalmo ii cunnamo ma ahan, buu yidhi. Madaa abulcaas wuu tagay, bilciiri buu la tagay, xoolihii baa lagu wareejiyey, wamaa calayha, ciirta dusheeda waxaa ahaadayna waa la tagay, ilaa makata makuu ula tagay. Falamaa balaqa abulcaas, haa maka markuu gaaray, addaa abulcaas likulli dii xaqin, wuxuu u guday xaqahu xaqiis, nin walboo xaq iska lahaa buu xaqiisa siiyey. Fuma qaala abulcaas, wuxuu yidhi, yaa macshara qurayshin, hal baqiya liaxadin, ma baaqi ahaaday axadkoo minkum idinka idinka mid ah, cindii aniga agteeda maalun miyaa ugu baaqi ahaaday, maalkoo lam yaakud axadka, hu maalka uusan qaadanin. Nin xoolo xaggiga ay ka soo jiraan maa jiruyo? Qaaluu, waxay yidhaahdeen, laa maya, dhammaantiina waa haysatiin soomaan xoolihiin. Nacam, wajazaaka allaahu canaa khayran, khayr ilaahay ha kuu jaasiyo, faqad wajadnaaka, waan ku helnay, wafiyan, xaal aad tahay mid ballan oofinaayo, kariiman, xaal aad tahay mid suuban. Quraysh xoolahooda markuu ku sallimay, qaala abulcaas, wuxuu yidhi, amaa wa innii aniga qad wafaytu, waan oofiyey lakum idinka xuquuqakum, waan idin oofiyey, fa ana aniga ashhadu, waxaan qirayaa mar haddaan xuquuqdayda idin oofiyey, allaa ilaaha ila allah wa anna muxammada rasuulullah, wallaahi aan ku dhaartay ee maa manacanii igama reebin, min alislaami islaamka igama reebin, cinda muxammadin muxammad agtiina inaan ku islaamo, fi lmadiinati magaalada madiinana aan ku islaamo, wax iga reebay ma jirin, ilaa khawfii aniga cabsigiiga maahane, an tadunnuu inaad malaysaanna aan ka cabsanaayo, annii aniga innamaa aradtu inaan doonay,
أن آكل أموالكم حولهنا إنا مدينة مركان جوغي يون محمد لجوغي وان أبو ذي إنا الإسلام لكن وحايقا هرتاقنا مركا إنا الإسلام وحان كبقى إنا ديما ليسان وجدد عنو إسلامي بإنا إتاهي هنتدينا إنا نعنو فلما أدى مركو قديها أمواشي الله إلهي مركو قدي إليكم إذنكو إذن قدي وفرغت ذمتي ذمتي ذي أم فاروقيي منها أمواشي حق إذا أنك فاروقيي أسلمت وان إسلامي ثم خرج أبو العاص وبحي حتى قدم أبو العاص على رسول الله وأصوك عليه صلى الله عليه وسلم مكو كسو بحي مدينو يمي فأكرم رسولك وكرامي وفادته أبي العاص سوغلستي سوكرامي يعني قدومه ورد رسولك إليه أبي العاص زوجته أي أعلي قبل إنه والو أعلي كل يبمرك زوجك أي زوجته إسقبي هدو متكوت سو إسلامه بعد الدخول نلجوه عدد قده بالله ربا متكك لإنه سو إسلامه هذا عدد جوده إذا متك كلو وقصوا إسلام دام النكاح بينهما نكاح وذي هراء يا أصي جرو هذه عدد أيضا ما تنا تنجزت الفرقة طوي نكاح عصب الله بهنا يا مركا كذب هذا وقصوا إسلام وكان وحوها رسولك عليه الصلاة والسلام يقول كذا يا أيوها عنه أبو العاص حجي سكذا حدثني وائر شجعي أبو العب وإيش كيده فصدقني وأنا إير شجعي ووعدني وإلى بلمي فوفى لي وانا إيؤفي بلن كأبو العاص سيدة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت وبالله التوفيق.